بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن عن المسجد عن المسجد الحرام أن تعتدوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلْ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ والموقوذة والمتردية والنضيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبحتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت ورضيت لكم الاسلام دينا فمن الضر في مخمصة غير متجانف الاثم. فان الله غفور رحيم يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنْ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم طيبات. ودعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ودعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبض عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبِينَ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنَ الْقَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا, فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يُرِيدُ الله ليجعل عليكم من حرج ولكن من حرج ولكن يريد ليوضحه ركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به واثقكم به اذ قلتم سمعنا واضعنا فاتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله لله شهداء بالقسط وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر عظيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم فاتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه اثني عشر نقيبا فقال الله إني معكم "لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وَعَزَّرْتُمُهُمْ وَعَزَّرْتُمُهُمْ وأقرضتم الله ورضا حسنا لأكفرن عنكم" عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سباء السبيل فبما نغوهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف فعف عنهم واصفح فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا, فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب minel al ve yafuğa kâdir, Qadja ikum min Allah ve kitab mübinn. Yehdi bhi Allah man tabar, zıvanı husbûl ve yuxrjuhum. وَيُخْرِجُهُمْ من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم, ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه فامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمت الله عليكم اذ جعل إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. فإذا ضحلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم.